حسين ياسر المحمدي. حسين ياسر المحمدي، وانا هنا بتكلم على نجم مصري عربي خلوق محترم، اللي اتفرج على حسين ياسر المحمدي شاف المتعة وشاف المهارة، ويمكن هو في النادي الاهلي لعب في النادي الاهلي، بس لما جه نادي الزمالك صنع النجومية الحقيقية ليه في مصر مع نادي الزمالك، وعمل مواسم كان مبدع فيها. هو نجم كبير جدا، واحد من ألمع النجوم، وكان طبعا بزغ نجمه في قطر، وهو طبعا يعني هنقول ان هو اتربى في قطر، فاكيد هو واحد برضو من ابناء العرب وابناء مصر وابناء العروبه، اللي اكيد فرحان بهذا التنظيم، واكيد يكلمنا اكتر واكتر عن كاس العالم بشكل كبير جدا. اهلا بك يا كابتن حسين. اهلا بيك. احنا اهلا بيك. ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. هل انبهرت كده زي حالاتي بالتنظيم وبالشكل المبدع والرائع دوت، ولا انت كنت متوقع الابداع والجمال ده؟ والله مش غريبه ولا جديده على قطر ان هي تعمل تنظيم زي دوت، وحصل قبل كده من زمان، من ايام ما كنت بشارك مع المنتخبات، سواء تصفيات كاس الخليج، بطولات كاس الخليج او تصفيات اسيا، او الملاعب اللي كانت بتتعمل جديده دايما، طبعا في ظل ال 15 سنه اللي فات ولا 20 سنه، سواء متواجد مع الدوري في الدوري القطري او مع المنتخبات، كانت الملاعب دايما موجوده، اسباير موجوده، نعم والامكانيات كلها متوفره. نعم فما فيش بالنسبه لي ما فيش حاجه جديده، يعني الجديد كله ان اتعمل استادات جديده وملاعب جميله طبعا وتحفه، انها تكون في الوطن العربي مش موجوده في العالم كله، زي اسباير من زمان موجوده، ما فيش مكان اعتقد لا في اوروبا ولا في العالم نفس اكاديميه اسباير موجوده من زمان. نعم فده مش جديد طبعا على خاطر التنظيم والاحتفاليه اللي اتعملت والافتتاح والكلام ده كله، ما فيش حاجه جديده. احنا شفنا بطولات الخليج قبل كده افتتاحات، شفنا في بطولات اسيا افتتاحات، دوره الالعاب الاسيويه قبل كده في 2006، كمان بتكلم على 2004 و2006 ايام ما كنت متواجد مع المنتخبات في كاس الخليج او في بطوله الاسياد، اتعمل افتتاح جميل في استاد خليفه الدولي اللي هو الملاعب الموجوده دلوقتي حاليا في قطر، واحد احد الملاعب اللي هتستضيف ملاعب مباراه كاس العالم مجموعات. نعم فبالنسبه لي التنظيم والكلام ده كله، ما يعني انا مش شايف ان في حاجه مبهره للعالم، يمكن تكون مبهره فعلا، لكن للشعب القطري نفسه والناس اللي عايشه في قطر وعارفه الامكانيات فيها ازاي، حاجه طبعا مشرفه لكل عربي وكل الناس اللي شافت الكلام ده كله. لازم يكون طبعا اول نسخه في الوطن في الشرق الاوسط تكون نسخه جميله زي دي، ومنظمه بشكل كويس وفيها أكيد. رسائل كتير للعالم كله. شفت، انا بقى كنت عايز اكلمك يا حسين على موضوع الرسائل، يعني انا كنت بتكلم في المقدمه على الرسائل التي تخص التراث العربي وتخص التراث الاسلامي، وازاي قطر بذكاء شديد جدا وصلت للعالم رسائل مهمه جدا عن رفضها لبعض الممارسات، وعن انها بتوصل رساله مهمه جدا للقيم الاسلاميه والقيم العربيه للعالم كله، ومفيش فرصه اجمل من كده ان انت بتعمل كاس عالم على ارض عربيه، فالعالم هيسمعك وهتصل الرساله الى كل انحاء المعموره زي ما بيقولوا. طبعا، وده دي الحاجه الجميله اللي انا مبسوط منها بصراحه، من وجود كاس العالم في دوله قطر وفي الوطن العربي، احنا قدرنا كمان نوري العالم ان احنا عندنا امكانيات مش موجوده عندهم. نظرتهم لينا القديمه ان احنا دايما بلاد الصحراء والجمال بس والكلام ده كله، لا، العالم كله شاف الامكانيات اللي عندنا مش موجوده في اي مكان في العالم. فكان في رسائل كتير جدا من الافتتاح النهارده والتنظيم والاحتفاليه دي، عرفنا الناس تراثنا وتاريخنا وديننا وقوانيننا كمان، عرفنا الناس حاجات كتير قوي. نعم، فدي حاجه مهمه جدا، وفي نفس الوقت مش شرط يكون فيها اللمسه الاوروبيه عشان يكون في احتفاليات بالمباريات، لكن لازم يبقى في مشاهده ومتعه باحترام القوانين والعادات والتقاليد، مش شرط يكون ملزوم بيها ان احنا يكون عندنا حاجات ثانيه خارج عاداتنا وتقاليدنا عشان الناس تفرح وتيجي تشوف كاس العالم عندنا. الناس كلها جت، متوفر لها كل الاماكن، اقامات على اعلى مستوى، ملاعب على اعلى مستوى، اللعيبه كلها اكيد لفوا العالم كله ونجوم العالم اللي موجودين في قطر دلوقتي اكيد هينبهروا بالامكانيات اللي شايفينها، لان هم طبعا متواجدين في القاره العجوز في قاره اوروبا، معظمهم بيلعبوا في اكبر انديه في اوروبا وعندهم الامكانيات متوفره، لكن لما تيجي تشوف كمان في قطر الامكانيات اللي موجوده، الناس بتشوف في فرق كمان سابقينهم بسنين عن الاماكن اللي موجوده في اوروبا حتى اكبر الانديه صحيح العالم. صحيح صحيح. يعني كابتن حسين، برضه هاخدك بقى للكوره، وهبدا معاك برضه بالمباراه الاولى، وبعد كده هندخل شويه بس معاك كده في نادي الزمالك.
النهارده حتى المدير الفني للمنتخب القطري يعني انزعج جدا من مستوى الفريق، وقال ان انا ما عملتش 4 تمريرات صحيحه ورا بعض في المباراه، ما هو وقال ده ان اللي زعلنا بقى، ده الاكوادور اللي عكن علينا، ده اللي بالظبط عكن كده. علينا النهارده بصراحه. يعني انا عايز اقول احنا استعدنا في قطر لاصعب حاجه اللي هي التنظيم، وما عملناش فريق يستعد لكاس العالم بشكل كويس للاسف. يعني نعم احنا اقول احنا عملنا كل حاجه خارج الكوره الا النهارده في الملعب. كنت متوقع ان المنتخب يظهر بشكل اقوى من كده بكتير. انت ايوه بتتكلم عن منتخب كان بطل اسيا، هو المجموعه اللي موجوده، نعم ناس عندها خبرات، الدوري وقف من 4 شهور تقريبا، لف العالم كله بيه، معسكرات، مباريات دوليه، كل حاجه. فان انت تظهر بالمستوى ده النهارده، ده احبط طبعا الشارع القطري كله. يعني ده احباط النهارده كبير جدا لكل المسؤولين، الناس اللي مسؤوله عن الكوره والرياضه، اللي هم تعبوا اصلا عشان يجيبوا العالم كله في قطر ووفروا للمنتخب ده كل حاجه. انا شايف ان الجيل ده جيل محظوظ جدا، ان هو يبقى متواجد النهارده بيلعب كاس العالم كله بيتفرج عليه، وتظهر بالشكل ده. نعم انت مش خسران حاجه، ومفروض اعداد نفسي. الراجل النهارده المدير الفني لو بيتكلم بيقول انا مستغرب، لا انت راجل مسؤول كبير، ان انت تبقى الاعداد النفسي على الاقل النفسي. الكوره هي الكوره كلها زي بعض، لكن النهارده دي مباراه افتتاحيه في كاس العالم لاول مره على ارض، في ضغوطات كتير طبعا على اللعيبه، مش هنقدر نقول مفيش ضغوطات، بس مش في لدرجة ضغوطات يا نفسيه، كابتن حسين ان هو يعني ما يعرفش يطلع بالكرة من ورا لقدام، لكن انت ما تقدرش مفيش بالظبط تحركات. كده، بالظبط لكن صعب انت ما عملتش اي جمله بالظبط. تكتيكيه في الملعب النهارده تظهر الامكانيات اللي عندك. انت معاك لعيبه، في 3 لعيبه في الملعب كانوا افضل لعيبه في اسيا كمان، انت صحيح بتتكلم على قاره كبيره، نعم وانت البلد المنظم، نعم والنهارده الجمهور كله جاي بيسندك. وقطر نفسها، فبصراحه وقطر نفسها كابتن لما لعبت، ما هي لعبت قبل كده اعتقد في امريكا الجنوبية، في وفازت على الاكوادور في امريكا بالظبط. الجنوبيه، ولما انا بقول لك هم المنتخب استعد بشكل قوي جدا، الناس وفروا لهم، المسؤولين وفروا لهم كل الامكانيات نعم ان هو يظهر النهارده لليوم ده 90 دقيقه، ان هو يظهر فيه بشكل كويس. انا ما بقولكش كمان اكسب، انا مش عايزك تكسب الاكوادور، انا ما بطالبش المنتخب ان هو يكسب الاكوادور ولا كنت بطالبه، بس على الاقل يطلع باداء مشرف صحيح للعرب، صحيح ويطلع باداء مشرف لقطر. انت صحيح النهارده عملت انت عملت المستحيل في قبل الكوره، يعني انت بعيد عن الكوره، لو هنتكلم بعيد عن الكوره عملت المستحيل، خدت كاس العالم في الوطن العربي لاول مره لاصغر دوله في العالم، عندها كل الامكانيات اللي وفرتها للعالم، وريتها ان مش بالحجم ولا بالمساحه ولا بالعدد، ورينا العالم كله ان احنا عندنا امكانيات في قطر طبعا موجوده، ان طبعا احنا نقدر نعمل كاس عالم محترم. بس هل احنا نسينا نعمل منتخب كمان محترم؟ لا، احنا عندنا امكانيه نعمل منتخب اقوى من كده بكتير، أكيد وكل حاجه متوفره له، المنتخب دوت متوفر له كل حاجه، وبنلاعب فرقه النهارده مع احترامنا طبعا لمنتخب الاكوادور، ووصوله لكاس العالم دوت كان على حساب البرازيل والارجنتين، ولعب مباريات كبيره وقويه، لكن انت برضه بتلعب على ارضك، وفي نفس الوقت انت ما بتلعبش منتخب مرشح لبطوله لكاس العالم، واحنا كسبناه وفي قبل نفس كده يا الوقت كابتن. انت ما يعني بتلعبش قطر، النهارده قطر في نهائي كسبتهم بطل قبل كده. افريقيا، وقطر في نهائي كسبتهم بطل قبل كده. افريقيا عندك بالظبط كده، كسبتهم 4 قبل كده، وفي نفس الوقت انت هتلاعب السنغال اللي هو بطل افريقيا، هتلاعب هولندا اللي هي راجعه للتراك بتاع هولندا بتاع زمان شويه، طبعا عندك طبعا فيها لعيبه في اعلى مستويات. فانت عندك كانت المباراه دي الافتتاحيه، لو ظهرت فيها بشكل حتى مشرف، بلاش نقول نكسب، نظهر على الاقل بشكل مشرف، صح لان انا بقول انا عارف كويس قوي انا بتكلم على ايه، وعارف كويس قوي المنتخب ده توفر له ايه، وعارف ان الجيل دوت محظوظ قوي ان هو يلعب في بطوله زي دي. فالجيل دوت اكتر جيل محظوظ في قطر ان هو يلعب في بطوله كاس عالم، يتوفر له كل حاجه عن الاجيال اللي سبق انا والاجيال اللي قبليها واللي قبليها. صحيح صحيح فانا مستغرب من الاداء الباهت اللي مش مقنع لاي حد، ان انت خليت العالم كله يشوفك النهارده ان انت فنيا وكرويا لا بعيد قوي عن الناس، وهي الحقيقه مش كده المفروض. يعني انت اتطورت في كل حاجه، اتطورت في امكانيات، اتطورت، فانت فنيا مش قادر تتطور، وبعدين انت عندك منتخب دوت 2019 بطل اسيا، فين الـ فين الـ يعني كنا نشوف نديه على الاقل، على الاقل بلاش ال 90 دقيقه، على الاقل في 5 دقائق 10 دقائق من المباراه ما شفناش اي حاجه. صحيح. النهارده فالنهارده المستغرب انا من الاداء بصراحه. اكيد، ولو انا عملت مقارنه، مع ان الناس اللي بتفهم في الكوره طبعا، وانت واحد منهم بتقول يا احمد مش هتقارن ما بين مصر وبلجيكا مباراه وديه، ما بين مصر وبلجيكا ومباراه رسميه في افتتاح كاس العالم، المقارنه هنا ممكن ما تبقاش موجوده قوي. بس مصر بتلعب مع صاحبه التصنيف الثاني في العالم، المنتخب البلجيكي، ومصطفى محمد بيجيب جول في كورتوا احسن حارس في العالم، وتريزيجيه بيتألق، وصلاح، وكل نجوم مصر، وبيكسبوا بلجيكا 2-1 في مباراة وصلت رسالة للمغرب مثلا، بحكم انها مع البلجيك اعملوا ممكن تصنعوا المستحيل عادي، او تصنعوا المعجزة، وتصنعوا الصعب زي ما بيقولوا. هل انت ما زلت على قناعاتك بمصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، ترشحه زي ما كنت سامع ان انت عايز ترشحه قبل كده للمان سيتي او للأندية الأوروبية الكبيرة، بحكم ان انت يعني مقتنع بيه جدا؟ والله بص يا احمد، الكوره
كل مباراة 11 ضد 11 وكل مباراة ليها ظروفها وليها نتائجها وليها حاجات كتير قوي. نعم منتخب مصر طبعا ما وصلش لكأس العالم، ده دافع كان بالنسبة له انه يلعب. دافع بلجيكا كأس بلجيكا طبعا بحكم ان انا عايش في بلجيكا بقالي سنين وراجل يعني حياتي كلها 20 سنة تقريبا في بلجيكا وعيلتي كلها هناك والكلام ده كله ولادي، فانا طبعا بلجيكا قريب منها في كل حاجة. نعم منتخب بلجيكا وصل لكأس العالم الأخير أعتقد الدور الأربعة، وكان الجيل بتاع بلجيكا دوت مش هيتكرر تاني، ان هو كان لازم يفوز ببطوله، فعمره ما فاز ببطوله ولا حتى وصل هنا. وبالرغم من كده ما فازش ولا بطوله. يناير 2021 اعتقد كان منتخب بلجيكا الاول في التصنيف العالمي، مظبوط في العالم مظبوط الاول على العالم، بالرغم ان هو مظبوط لا فاز بكاس عالم ولا فاز ببطوله اوروبا ولا اي حاجه. نعم يعني انا بقول لك التصنيف برضو على الارقام والاستاتيكس في حاجات مختلفه. منتخب بلجيكا عمل مباريات وديه كتير فاز فيها، نعم في تصفيات اوروبا بيفوز، بيوصل للادوار الربع النهائيه دايما بالجيل اللي معاه. نعم لكن الجيل اللي موجود دوت دلوقتي اللي لعب ضد منتخب مصر دي اخر مرحله دي، فجيل بلجيكا خلاص ده اخر جيل بالنسبه لهازارد، لوكاكو ممكن لسه شويه، هنتكلم عند كيفن دي برانا، ويتسيل، كل الناس دي طبعا بتلعب في انديه كبيره وكل حاجه، لكن هي في عز مجدها ما حققتش حاجه لبلجيكا، صحيح ما وصلتش المرحله ان تحقق حاجه، وصلوا التصنيف الاول على العالم لكن بدون اي فوز باي بطولات. نعم فطبعا حتى الامال في الشارع البلجيكي منتهيه وبعيده خالص، نعم وخاصه فوز مصر في مباراه وديه. انا مش عايز اقول ان المباراه الوديه دي بلجيكا ممكن يكون في كان في تخوف شويه في الاداء وتحفظ من اللعيبه كلها، لان عشان الإصابات شوية. انت عارف طبعا دي بطوله عالميه الناس كلها مستنيها، فانت تلاقي دايما قبل كاس العالم ماني بره كاس العالم، بنزيما بره كاس العالم، فايه بتبقى في احباطات كبيره جدا للعيبه اللي هي ما توصلش. فتيجي النهارده تلعب فكاراسكو، مباراه كاراسكو يخاف، هازارد يخاف، لوكاكو لو لعب طبعا بيبقى دي طبعا، بروين. بس انا اقول لك فنيا لو هنتكلم فنيا هازارد بالنسبه لي انا كحسين ياسر محمدي بقى بتفرج على كوره وانا راجل كنت بلعب كوره، فانا بتكلم عن انا شايف ان لعيبه في العالم كلها معظمها بتبقى زي بعض، لكن ايدن هازارد نوع تاني من اللعيبه، هو اللي كان بيصنع الفرق لبلجيكا. فانا شايف بلجيكا دايما بالنسبه لي السنين اللي فاتت كلها لو هازارد مش في مستواه العالي بلجيكا تعتبر منتخب عادي زي جميع المنتخبات. يمكن ناس تختلف معايا في الراي ده، انت عندك بتقول انا عندي كيفن دي برانا في مانشستر سيتي ومكسر الدنيا، طبعا ده حاجه والمنتخب حاجه، لوكاكو في ايطاليا مكسر الدنيا وفي انجلترا ده حاجه وده حاجه. فانا شايف ان ايدن هازارد لما كان بيبقى في حالاته الطبيعيه هو اللي بيصنع الفرق لمنتخب بلجيكا، زي ميسي في الارجنتين، زي رونالدو في البرتغال. خلينا نتكلم بواقعيه، الناس دي هي اللي بتصنع الفرق في كل منتخب او كل فرقه، في لاعب او اثنين هم اللي بيصنعوا الفرق. طيب تعال نروح لمصطفى محمد، لان سالتك على مصطفى محمد تحديدا لان انا عارف ان انت واحد من اشد المقتنعين بيه. هل مصطفى والله محمد مصطفى الفتره اللي فاتت لما راح تركيا طبعا في الاول كان ماشي كويس جدا، وكنت انا مقتنع طبعا ان هو الاستمراريه، انا قلت الاستمراريه طبعا مهمه دي اهم حاجه، نعم نعم وشايف ان هو من الناس المميزه فعلا، وقلت ليه لا طبعا اساعده زي ما ساعدت صلاح وساعدت ناس غيرها، فليه لا ان انا كنت اساعد مصطفى طبعا، وهداف هو من طراز العالي جدا ولسه المستقبل قدامه ان شاء الله كبير. فانا شايف ان طبعا ان احنا نفوز على بلجيكا الناس كانت متوقعه لا مش هنكسب مش هنعمل، طبعا وجود مدرب زي فيتوريا لسه جاي جديد، في حماس، في جمهور كان حوالينا في الكويت، نعم في مفيش ضغوطات، فاحنا قدرنا نفوز على الكويت وده دافع معنوي كويس لينا. بس أكيد ده مش معناه برضو ان احنا نقول ايه لا احنا دلوقتي، ما احنا كنا من شهر كلنا بنقطع في المنتخب وفي اللعيبه، ودلوقتي بنقول مصر فازت على بلجيكا، بس احنا مش داخلين كاس عالم، صحيح احنا ما دخلناش كاس عالم. فانا مش عايز برضو الناس تستعجل في قرار تقول لا احنا عندنا قوام وعندنا لعيبه، اه طبعا عندنا، وكان لازم نوصل كاس عالم في نعم المنتخب ده نعم بالامكانيات دي، في ظروف حصلت وانتهت وارفاقات انت الموضوع انتهى، لكن انت بقى اللي تفكر في اللي جاي، انت عندك لسه تصفيات ثانيه لافريقيا وعندك كاس عالم جاي ثاني، وبرضك لسه هيتغير عندك ديل وهيتكمل لسه في لعيبه مش هتكمل، ففي حاجات كتير يعني في الكوره طيب وفي متغيرات كتير. سريعا كابتن حسين عشان يعني الوقت معاك بيعدي بسرعه جدا، غياب مستر فيريرا عن مباراه النادي المصري هيؤثر على نادي الزمالك يوم السبت اللي جاي؟ نتمنى طبعا طبعا في ظروف حصلت وفاة عنده اللي هي حصلت مفاجأة النهارده دي، وسمعنا الخبر للأسف، نعم وحاجة طبعا مزعجة لما يكون حد بره، وطبعا الناس اللي موجودة كلها دي خدمة نادي الزمالك، هو معاه الجهاز المساعد بتاعه، موجود الكابتن أسامة نبيل كمان، وموجود روي، نعم شغالين الناس كل يوم حتى لو مستر فيرينا مش موجود، وده بيحصل وارد الظروف دي. مباراتنا مع المصري مباراة مهمة، دي كأس مصر احنا بنلعب باسم نادي الزمالك، طبعا اللعيبة كلها على قدر المسؤولية وعارفين الجمهور متعطش لكل البطولات، طبعا عندنا 4 لعيبة في المنتخب، عندنا للأسف بنواجه إصابات كتير
في الفريق الاول، سواء على مستوى الفريق الاول او حتى تحت في القطاع، نعم اللي هو بيغذي للفريق الاول. انا عندي اصابات في 2003، معظم اللعيبه بتتمرن مع الفريق الاول. عندي 7 8 اصابات متواجده دلوقتي في الفريق، ولعيبه مهمه جدا ولعيبه مؤثره جدا. نعم عندنا في 2001 شويه ظروف برضه واصابات، والحاجات دي كلها بتاثر، الموسم أكيد بيبقى طويل. نادي الزمالك بيلعب في الكاس وهيلعب في الدوري وهيلعب في، عندنا مشاركات كتير، نعم فدايما لازم نبقى جاهزين بالبدايل، وده اللي احنا بنعمله في الحته. من تحت لفوق شغالين بنساعد بعض طبعا، على اساس ان احنا نظهر بالشكل دايما ان احنا نحافظ على البطولات للنادي. نعم طبعا مباراه المصري مباراه مهمه جدا، ان شاء الله ان احنا غياب فيرينا ما ياثرش فيها ولا حاجه على اللعيبه. اللعيبه على قدر المسؤوليه، والناس اللي شغاله في الجهاز الفني نفسه، الجهاز اللي معاهم لفيرينا، كلهم عارفين طريقه الشغل وفاهمين الناس الدنيا ماشيه ازاي طبعا في الفريق. فما فيش حاجه، ما اعتقدش ان في حاجه هتاثر كتير بالنسبه ان احنا نقول نفسيا حاجه تحصل غياب مستر فيرينا في مباراه واحده. طبعا وجوده مهم، لكن غيابه في مباراه واحده، مباراه الكاس، نتمنى بس عوده اللعيبه من المنتخب في الفورمه بتاعتها كويسه وتكون ارتاحت، عشان تكون جاهزه أكيد بدافع جديد للفوز في مباراه المصري ان شاء الله. إن شاء الله. وطبعا اللعيبه اللي موجوده تتعافى، عندنا اصابات كتير زي ما قلت لك، نعم عندنا يمكن 6 7 اصابات في الفريق الاول، ونفس الموضوع تحت. وعندنا طبعا على مستوى القطاع باللاعب مباراه قويه جدا، عندنا مباراه اللي جايه كلها في وقت قصير قوي، يمكن هتلاقي لو تبص تشوف الجدول ان الفريق الاول هيلعب 8 مباريات في شهر ممكن، وده لود كبير جدا، يعني لود كبير جدا على كل اللعيبه اللي موجوده والكادر اللي أكيد موجود. أكيد وتحت في القطاع نفس القصه، بنلعب كل يوم حد واربع، وفي 2001 بيلعب كل يوم سبت وثلاث. نعم نتمنى نعدي الشهر ده على خير، يا نتمنى رب يعني. يا رب يا رب، كل التوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك، وكل التوفيق لكابتن حسين، وان شاء الله بقى نشوفك الاسبوع اللي جاي معانا ان شاء الله في زملكاوي.